السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الطيب المبارك أن يفتح لنا أبواب الخير والرزق والرحمة والعفو والمغفرة والنجاة من النار. اللهم آمين. في هذا اليوم نكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يوم عظيم عند الله جل وعلا. حياكم الله أحبابي وإخواني. فإن شاء الله تعالى نريد أن نفقه وأن نعلم شيئا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس جميعا بعضا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس بعضا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك حينما نتكلم عن فضائل الصلاة على النبي النفوس تتحرك بإذن الله جل وعلا لكثرة الصلاة عليه. سوف تتحرك النفوس إلى كثرة الصلاة على النبي حينما تعلم الأجر والثواب والفوائد التي يجنيها العبد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمر سهل يسير، لكن أجره وفضله عند الله عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أقول في الدنيا وفي الآخرة. من فضائل الصلاة على النبي أحبابي، وأريد أن تبقوا معنا كي تستفيدوا إن شاء الله، وكل فائدة ندونها حبذا أن الإخوة والأخوات يسجلونها ويدونونها في تعليقاتهم حتى تنفع من يدخل بعدهم بإذن الله تعالى. والشيء إذا تكرر تقرر حتى تصبح إن شاء الله هذه الفائدة خلاص يعني تعلق وتصبح يعني ترسخ ولا تتحرك من عقولنا ومن أفئدتنا بإذن الله جل وعلا. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. إذن هذه أحاديث كلها صحيحة. وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصلي علي إلا صلى الله عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر. ما دمت تصلي على النبي الملائكة تصلي عليك، الله يصلي عليك والملائكة ذلك تصلي عليك، فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر، إن الله وملائكة يصلون على النبي. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، صلاة صلى عليه وملائكته أي الله وملائكته 70 صلاة، فليقلل من ذلك أو ليكثر. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وهو حسن لشواهده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة وليس صلاة واحدة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فلاحظوا فضل هذه الصلاة، وسنأتي
إلى فضائل كثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان على فراشه وفي طريقه في مجلسه في مصلى في محرابه في مكتبه يصلي على النبي، فهي ذكر ليس مقيد، ذكر مطلق في أي مكان. وإن كانت السنة جاءت بأوقات معينة للصلاة على النبي كالتشهد بعد الأذان وغيرها، لكن يبقى الصلاة على النبي تبقى من الذكر المطلق. كذلك من فوائد الصلاة على النبي رفع للدرجات وحط للسيئات، وكل واحد منا يتمنى هذا ويرجو ذلك. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت. قال: أتاني آت، أي في المنام، أتاني آت من عند الله عز وجل، فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، أي صلاة واحدة. من صلى على النبي صلاة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع 10 درجات، ورد عليه مثلها. النبي أصبح يعني طيب النفس، يعني لماذا؟ لأنه رأى هذا الفضل ستناله أمته بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن اسمعوا، من صلى عليه كتب الله له بها 10 حسنات بصلاة واحدة، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع 10 درجات، ورد عليه مثلها. هذا حديث حسن رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. صحيح رواه أحمد. طيب اسمعوني يا أحبابي، هذه فضائل كيف يعني نزهد فيها، وكيف يعني نتقاعس عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير بالصلاة عليه، وكل هذا الأجر في الصلاة عليه أمر سهل يسير. طيب كذلك من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاية الهموم ومغفرة الذنوب. إلى من يشكو من الهموم، إلى من تكالبت عليه الهموم، اسمع. طيب لقد حديث كعب الذي ذكرناه قبل قليل: يا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه هذا الفضل العظيم، يبين فيه هذا الفضل العظيم، وتكفى همك، جاء في الحديث وتكفى همك، أي من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله جل وعلا كل هم، بكثرة الصلاة على النبي تكفى كل هم بإذن الله عز وجل. لأن هناك أمور لم أبينها من قبل، فيها أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في أماكن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا جئت الآن أريد أن أحرك الهمم فقط بالفضائل، وإلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب الفقه فيها أمور كثيرة جدا جدا. الآن نبقى مع الفضائل، وفي وقت آخر إن شاء الله نتكلم عن أمور أخرى. كذلك هي سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم، من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نال شفاعته. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سألي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا حديث عند مسلم، أي بعد الأذان، بعدما ينتهي المؤذن من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصدق آيات محمد وصدق الفضيلة والوسيلة الفضيلة، وبعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخف المعاد، هذه زيادة ضعيفة. إذا نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والدرجة العالية التي لا تنو إلى لعبد صالح، وأرجو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا الكلام، هذا الدعاء بعد الآذان، حلت له الشفاعة يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. من أذكار الصباح والمساء أن تصلي على النبي عشرا في الصباح 10 مرات وفي المساء 10 مرات، أي بعد الفجر 10 مرات وبعد العصر أو المغرب 10 مرات. هذا أقل شيء، هذا من الذكر المقيد، يعني حدثنا هذا الفضل وهذا الخير في أذكار الصباح والمساء، ويبقى تبقى كثرة الصلاة على النبي في كل وقت، وأنت تقود سيارات، كنت تمشي على رجليك، وأنت في مكتبك كما قلت، هذا ذكر عظيم. عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وكيد لكم هذا الحديث، وهذا حديث حسن رواه أحمد والطبراني والبزار وحسن الهيثمي في المجمع. طيب اسمعوا، من صلى علي، ما يقول من صلى على محمد وقال، من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي، هي كذلك سبب لعرض اسم المصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اسمك يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا، فإن الله وكل بي ملكا، أي عند كل فرد الملك هذا يترقب الصلاة على النبي. اسمعوا: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري. اسمعوا اسمعوا اسمعوا: فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. اسمعوها، حديث عظيم. إن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. نعيد هذا الحديث: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي أو امرأة قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، أي صلى عليك في هذه اللحظة، في هذه الساعة، في هذا الوقت. وهذا الحديث هو حديث كذلك صحيح، الحديث نقول كلها صحيحة. طيب، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد. اسمعوا، لمن يريد أن يفهم: إن الله تعالى، إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد. أعطاه ماذا؟ سمع العباد، أي سمع كل العباد. فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها. لمن يسأل من العقلانيين يقول: كيف الأمة كلها تصلي على النبي وتعرض عليه الصلاة كل اسم على حدة في ساعة محددة في وقت واحد؟ نقول لك: هذا الحديث يجيبك، وإذا استشكل عليك فإن نقولك: إن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو كذلك الله جل وعلا يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، فبعلمه وحكمته وقدرته يجعل للعبد ما شاء، فيجعله يسمع كل شيء لخاصية يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. إن الله كما أعطى خاصيات لإسرافيل ولميكائيل ولملك الموت يقبض الأرواح في كل دقيقة وفي كل ثانية، فهكذا هناك ملكا أعطاه الله تعالى سمع العباد. لماذا هذه القوة وهذه الخاصية؟ فليس من أحد يصلي علي، أي على النبي، إلا أبلغنيها، أي أبلغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله إلا صلى عليه 10 أمثالها. إذن الأمر واضح، الاستشكال يزال بإذن الله تعالى بفهم وبفقه وبأحاديث النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام.
إن لله في الأرض، إن لله تعالى ملائكة سياحين، هناك ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، وهناك ملائكة سياحين يلتمسون من يصلي على النبي. جعل الله لنبيه جعل الله تعالى لنبيه ملكا يسمع سمع العباد، فكلما سمع عبد يصلي على النبي إلا بلغها للنبي. وجعل الله تعالى كذلك ملائكة سياحين في الأرض يستمعون، فكلما صلى فرد أو أمة صلت على النبي إلا أبلغت ذلك الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. مفهوم هذا حديث من رواه أحمد والنسائي وغيرهما هو صحيح. كذلك من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة من اللغو في المجلس، طهرة من اللغو في المجلس. إذا جلست مجلسا فلا شك أن الإنسان إذا كثر كلامه وقع في الزلل وفي السقط، والصلاة على النبي تزيل هذا اللغو وهذه يعني كما نقول النقائص. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبي وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفان. إذا جلست مجلسا ولم تذكر الله جل وعلا فيه ولم تصلي على النبي كأنك كنت على جيفة والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، أي حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذا لابد أن الإنسان في كل مجلس يجلس يصلي على النبي يذكر الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. طيب، كذلك من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب في إجابة الدعاء، هي سبب في إجابة الدعاء. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من آداب الدعاء الحمد والثناء، أن تحمد الله وتثني عليه خيرا، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستغفر الله جل وعلا، ثم تشرع في مسألتك وفي سؤالك حتى يكون الدعاء مستجاب. أن لا بد تؤكد في السؤال في دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع. كذلك من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء الوصف بالبخل والجفاء. فمن لم يصلي على النبي يعني التصقت به صفة البخل والجفاء. عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اسمعوا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أي النبي أعطى هذا الوصف، يعني يصبح هذا الوصف يعني له، أن من يذكر عنده النبي ولم يصلي عليه. وهذا كذلك حديث صحيح بشواهده رواه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه، أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. حديث إسناده موصل صحيح، قاله الألباني رحمه الله تعالى. وعن قتادة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الجفاء، إن من الجفاء، والجفاء هو غلظ الطبع، أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي. إن من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي، فلا يصلي علي. هذا حديث مرسل لكن له أصول وله شواهد، كذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، كذلك من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها دليل إلى الجنة، أنها تقودك إلى الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. لا إله إلا الله، من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. خاطئ ماذا؟ طريق الجنة، لم يوفق إلى طريق الجنة الذي نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوها وفهموا هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. إذا لا بد أن نفهم يا أحبابي أن من أراد أن تكون له الزلفة والقربة والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لله جل وعلا، أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تكثر ذكر محبوبه وبحبك لمحبوبه يحبك سبحانه وتعالى. وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة، فقد خطئ طريق الجنة. من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. طيب، إذا لابد أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لنحرك نفوسنا وهممنا وألسنتنا لنكثر من الصلاة عليه، فننال أجرا وخيرا ودخرا وثوابا ورزقا وسعة وهمة يكفى همنا، ونكفى الشر الأشرار وكيد الفجار والأسقام والعلل والأمراض. يعني فضل الصلاة على النبي فضل عظيم، فضل الصلاة على النبي فضل عظيم، أن تكثر من الصلاة عليه مع كل آذان، مع كل إقامة، مع كل دعاء، مع كل سجدة، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقك في كل مكان في أي وقت. هي ليس لها وقت معين، فهموها، جالس وحدك فقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ليس لها أي شرط، ليس لها شرط الطهارة ولا القبلة، لا أبدا، فقط أنك تكثر من الصلاة على النبي بقلبك وبلسانك. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. وصيغ الصلاة على النبي هي صيغ كثيرة جدا، صيغ الصلاة على النبي هي صيغ كثيرة. الإنسان إذا قال اللهم صل على محمد قد صلى على النبي، اللهم صل على محمد صلى على النبي، اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى على النبي، كيفما قلت تنال هذا الأجر. والنبي ذكر أن الصلاة الواحدة هي بعشر إلى هي بسبعين في حديث، بسبعين، يعني حينما تقول اللهم صل على محمد الله وملائكته يصلون عليه، يعني هذا فضل كبير، مغفرة الذنوب، رفع الدرجات، زيادة في الخير، في القوة، في الرزق. إذن وخاصة يوم الجمعة، خاصة اليوم يوم الجمعة، واليوم هو يوم الجمعة، أن تكثر من الصلاة على النبي في هذا اليوم، يحب أن يصلي عليه في هذا اليوم، فضلها عظيم في هذا اليوم. كما أن الفجر في كل أيام له فضل، لكن في يوم الجمعة له فضل عظيم، وهكذا اليوم الجمعة له ميزة خاصة عن سائر الأيام في الأعمال، في النوافل، في القربات، في الصدقات، في القيام، في الذكر، في الصلاة، مفهوم، له فضل في الاغتسال، في التطيب، في اللباس، هذا اليوم له خاصية. وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتانا بهذا اليوم ويوم الجمعة. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم طيبين موفقين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين. أفضل صيغة للصلاة على النبي هي التي عند البخاري عن طريق ابن عباس: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وهي سيره التشهد، تحيه الله الصلوات الطيبات والسلام على كريم الاخلاق والسلام علينا وعلى عباد الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، صلى محمد. هذه صيغه التشهد الكامله في الصلاه. اما بالنسبه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فكما قلت صيغها كثيرة، وكما جئت بها فهي على خير. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه عظيمة جدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد جميلة، اللهم صل على محمد، كلها صيغ لها الأجر والثواب. الإنسان فقط لا يبخل، الإنسان لا يبخل، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأهم، أنك تكون لسانك يلهج بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه تجيب محبته وتجيب اتباعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الخير بإذن الله تعالى. حياكم الله، صباحكم طيب ويومكم طيب مبارك بإذن الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، هذه من أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضيت بالله ربا وبإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.